السلام عليكم متابعي الشقيق خياطة والتفصيل، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. فيديو اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة هذا المأزر أو طابلية ديال البنات للدخول المدرسي بلاديكو برانسيس. طريقة جد سهلة بلا ما تحتاجوا لا الباترون لا شي حاجة. إذا هنا عندي التوب ديال البوبلين ديال الطابليات، ولكن هذا النوع العادي كيدير 18 درهم يعني المتر. من الأحسن نتوما تخدموا بالنوع الجيد اللي كيدير 30 درهم المتر، هذاك ما كيكونش كيبين وكتكون الجودة ديالو مزيانة. انا خديت غير هذا باش نصور لكم الفيديو فقط. اذا هنا تنيت التوب على 2 وعاود تنيتو على 4 وخليت 4 سنتيم ديال الكروازمون وديال داك الكول باش غيجي الكول على شكل طيور. اذا هنا من الفوق غادي نجي نوضع القياس. القياس اللي غنخدم به هو كيلبس 7 سنوات حتى 8 سنوات. غادي ندير هنايا القياس ديال العنق، دخلت ب 6 سنتيم، وفي القياس ديال الكتف غادي ندير 16 سنتيم زائد 2 سنتيم، سنتيم ديال الخياطه وسنتيم ديال التوسيع، يعني الطابليه خاصها تكون شويه واسعه. غادي نهبط في الكتف 2 سنتيم ونرسم خط الكتف. من بعد غادي ننزل بطول التركيز، درت في الكتف كي قلت لكم 17 سنتيم، غادي نهبط بها. وبالنسبه لقياس الصدر عندي 18 سنتيم، وغادي نزيد 2 سنتيم ديال القصه ديال يعني الخياطه ديال القصه الديكوب برانسيس اللي غادي ندير، يعني في المجموع 20 سنتيم. وغادي نرسم هاد الزاويه قائمه. من بعد غادي نرسم دوره التركيز اولا حرده الابط بالبيستولي. من بعد غادي نوضع الطول الكلي ديال الطابليه، درت فيها 64 سنتيم في الطول ديالها. وبالنسبه للعرض غادي ندير 26 سنتيم في العرض ديال الطابليه من الاسفل. غادي تنقص لي منها 2 سنتيم ديال القصه، غتبقى لي 24 كافيه يعني في الربع. هنا غادي نرسم الايفازي ديال الطابليه بالبيستولي بلا ما نحتاج نوضع القياس ديال الحزام. غادي نطلع من الجوانب بواحد سنتيم. هنا غادي نجي من هاد الجهة وغادي ندخل بثمانية سنتيم فين غادي ندير القصة ديال الأميرة كيف ما كتشوفوا. وهنا غنقسم التركيز على 2 ونزيد نهبط واحد سنتيم الأسفل باش ما يجينيش داك القصة طالعة. صافي هنا كنربط ما بين الخطوط. وباش نرسم داك الدوره ديال القصه الاميره غادي نجيب البيستولي بهذا الشكل هذا، وغادي نرسم الشكل ديالها لداك النقطه اللي نزلت بها في منتصف التركيز. هنا ما جاتنيش دايره بزاف، غادي نعاود يعني الطريقه جيد سهله بلا ما تحتاجوا يعني ترسموا الباترون. صافي في داك المنتصف ديال القصه الاميره غتخرجوا بسنتيم فاش تكونوا كتقطعوا باش منين تخيطوه يجيكم مقاد. صافي من بعد غادي ننزل في العنق ب 2 سنتيم من العنق ديال الظهر، والعنق ديال الامام غادي نديرو له التعديل من بعد. هنا انا نسيت ونزلت فيه يعني ما كانش عليا نطراسيه، ولكن ماشي مشكل المهم ما قطعتوش. نزلت في العنق ديال الامام 7 سنتيم فقط. هنا الطول ديالكم درت 40 سنتيم، درت لكم طويل، ممكن انكم ديروا يعني ديروها نصكم كيبقى الاختيار لكم. وهنا بلا ما نرسم التركيز جبت التركيز اللي عندي وحطيته بهذا الشكل هذا، قديته مع داك لا ديكوب
صافي. وغادي نرسم هنا، ما تنساوش في الكم تنقصوا داك 2 سنتيم ديال الخياطه ديال القصه. انا هنا ما نقصتهاش، نسيتها، وفاش خيطت كيف غادي تشوفوا جاتني شويه كبيره، ولكن ماشي مشكل، جاني الكم كبير شويه للتركيز، ولكن ماشي مشكل، غادي نصلحه يعني بالسرجي. العرض ديال الكم الاسفل درت فيه 14 سنتيم، صافي. كنرسم لكم وكنقطع بكل سهوله. من بعد غادي نفصل السجف ديال الطابليه من الامام او التبطين. صافي، تنيت الثوب على اثنان وجبت هنا القطعه ديال الامام، يعني الجهه اللي فيها الكروازمون، فيها داك 4 سنتيم، كنوضعها بهذا الشكل هذا. وغادي نطراسي، نيت الثوب على اثنان باش نحصل على القطعتين بجوج ديال الجهتين بجوج. هنا طراسيت في الكتف 6 سنتيم، وطراسيت العنق، ومن الاسفل كذلك غادي ندير العرض ديال القطعه 6 سنتيم، ونطلع بها حتى نلاقي ما بين اعلى نقطه والنقطه اللي في الاسفل، يعني بحال الشكل ديال التبطين ديال كول تايور والكول شال، يعني طريقه سهله. هنا فتحت هاد جوج قطع باش نحصل على القطعتين بجوج، صافي كيجيو بحال هكا. من بعد غادي ندوز باش نفصل الكول شوميز. سبق لي وشرحته معاكم يعني في فيديو خاص كول شوميز ديال الاطفال، ولكن غنعاود لكم هنا الطريقه كيفاش غادي ناخذوا العبار ديال الكول باش نخليو داك 6 سنتيم اللي غادي نديرو فيها، تجينا بحال شكل الكول تايور. هنا كنجيو كناخذوا المنتصف ديال الرقبه ديال الخلف، وكناخذوا المنتصف ديال الرقبه ديال الامام بلا داك الزياده ديال 4 سنتيم، يعني كنطراسي بداك الزياده ديال 4 سنتيم، وكنحسبوا القياس اللي خرج لينا. ما بقيتش عاقله بالضبط شحال خرجت ليا. كندير هنا في الجهه المسدوده القياس ديال الخلف، وفي الجهه هاد الجهه الثانيه كندير القياس ديال الامام، وكنسطر. بالنسبه للعرض ديال الكول غادي ندير فيه 6 سنتيم، وكنرسم واحد المستطيل. كنجي من الجهه ديال الامام كنطلع بسنتيم، كنخرج بسنتيم من الفوق وكنطلع بسنتيم، وكنصل بخط بهذا الشكل هذا، صافي. وكنصل بخط بداك 1 سنتيم اللي خرجنا فيه. المهم اللي ما فهمتش الطريقه غادي نخلي لكم في اول تعليق شرح مفصل. هنا وريتكم غير كيفاش تاخذوا العبار ديال الامام وتخليوا داك 4 سنتيم باش تجينا بحال الشكل ديال الكول تايور. صافي، من بعد غادي نقطع وغادي نفصل قطعه اخرى من هذا الكول هذا باش يجيني الكول شوميز والتبطين ديالو. وندوزو لطريقه الخياطه. اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي نخيطو داك لي ديكوب. هنا انا درت واحد الغلط، يعني غادي نقول لكم بصراحه، هو انني كنخصني نركب الجيب عاد نخيط لا ديكوب في الامام. نتوما داكشي اللي غديرو ما غتخيطوش لي ديكوب في الامام، غتخيطوهم فقط في الظهر، وحتى تركبوا الجيب عاد ترجعوا تخيطوا لا ديكوب. المهم انا خيطتهم في الاول ما انتبهتش حتى وصلت للمرحله ديال الجيب، عاد نتفكرت ورجعت حليتها. المهم نتوما باش ما ديروش الخدمه معاوده كما درت انا. صافي، ها نتوما كيشفتوا، حاولوا انكم تثبتوا داك هاد لا ديكوب قبل ما تخيطوها، تثبتوها بالبانكه باش ما يعني باش ما تعذبكمش، تجيكم قاده ما تجيكمش جهه طالعه وجهه هابطه. هنا عندي هاد القطعه هادي، العرض ديالها هو العرض ديال الظهر كيف ما غادي تشوفوا. غادي نديرها في الظهر، تنيتها بهذا الشكل هذا، خيطتها وعاود تنيتها، وغادي نخيطها في الظهر. القياس ديالها هو هاد المسافه هادي، يعني ملي اللي عندنا في الظهر كنحيدوا لي ديكوب وكنحسبوا هاد المسافه هادي. بالنسبه لفين غنخيطوها كننزلوا 26 سنتيم وكنخيطوها يعني في المنتصف ديال الظهر، كنثبتوها هنايا، عاد كندوزو نركبو لي ديكوب. بنفس
نفس الطريقة اللي ركبناهم في الأمام بحال هكا. هنا غادي ندوز نركب الجيب. جبت الجيب العرض القياس ديالو، يعني الطول ديالو 16 سنتيم، والعرض ديالو هو العرض ديال المسافة اللي عندنا في لاديكوب كيف ما غتشوفوا. هانتوما فاش غادي نجي نركبو غادي تفهموني مزيان. كنجيب القطع ديال الامام، هذه هي القطعة ديال الامام. شوفوا داك المسافة اللي عندنا في لاديكوب اللي جا في الجنب هي القياس ديال الجيب، وكتزيدو سنتيم ديال الخياطة. صافي انا هنا غادي نحل الجيب، نحل داك لاديكوب عفوا، وغادي نحط الجيب بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا كنوضعو من الاسفل بحال هكا، الوجه ديال الجيب على الوجه ديال الثوب، وكنخيط على بعد سنتيم. من بعد غادي نقلبو بهذا الشكل هذا، وكنخيطو مع هاد لاديكوب هادي. داكشي علاش قلت لكم ما خصكمش تكونوا مخيطينه في الاول، والطريقه ديالو راه بسيطه وسهله كيف ما شفتوا. واخا انا كثرت عليا الخدمه، ولكن المهم غلط نتوما غتعلموا منه. صافي كنركبو من الجوانب بخياطه، وبالنسبه للبلاصه ديالو هي المكان ديال الحزام، يعني كتهبطوا بالطول ديال الحزام وكتهبطوا بواحد 4 سنتيم كديروا الجيب. صافي دابا هنا من بعد ما ركبت القطع بجوج ديال الظهر وديال الامام غادي نجمعهم. كنخيطوا الكتفين على بعد سنتيم، ومن بعد غادي نركب الاكمام. كنحدد المنتصف ديالكم، وكنوضعو مع الخياطه ديال الكتف، كنثبتو بواحد الابره، وكنبدا نخيط هكا. الا كان عندكم الكم كبير شويه فكيبقى داك الزياده متساويه من الجهتين، بحال اللي وقع ليا انا، ما نقصتش 2 سنتيم ديال لاديكوب من الكم، وجاتني خارجه شويه من الجوانب، جاني سنتيم خارج من هذه الجهه وسنتيم خارج من الجهه الثانيه، ولكن صححته في الاخير بالسرجي، يعني ماشي مشكل. المهم هو انه ما يجيكمش صغير. من بعد غادي نجمعوا البياسه من الجوانب، كنتنيوها على اثنان الوجه على الوجه، وكنبداو الخياطه من الكم وحنا نازلين من الجوانب حتى كنساليو البياسه للاخير. صافي شفتوا معايا داك الزياده اللي بقات لي في الكم، كتبقى متساويه. الا بغيتو ديروا فتحات في الجوانب ديال الطابليه كتخليو القياس ديالهم، يعني الطول ديال الفتحات، وكتزيروا الغرزه في الاخير. صافي هنا حيدت الزياده بالمقص، ومن بعد غنفيني بلا سورجي. من بعد غادي ندوز باش نخيط الكول. هنا غادي نخيط الكول، كنوضع القطع بجوج ديال الكول وحده فوق وحده، يعني الوجه فوق الوجه، وكنخيط على بعد سنتيم. الجهه السفليه اللي غتركب لينا مع الكول كنخليوها مفتوحه. صافي كنقلبوه، وكنعاودوا عليه الخياطه على داك سنتيم اللي خيطنا من الداخل. هكا كيجي الشكل ديالهم زوين. ومن بعد غادي ندوزو باش نركبوها على الرقبه. كنتنيو المنتصف ديال الرقبه ديال الخلف، وكنحددو المنتصف ديالها، وكنجيبو كنوضعوه على الوجه ديال الطابليه، المنتصف ديال الكول مع المنتصف ديال الرقبه، وكنخيطو. فاش كنوصلو للكتف كنحبسو، يعني كنخيطو غير واحد الجهه غير من الكتف للرقبه ديال الخلف، باش القطعه الثانيه غادي نفينيو بها من الداخل. شوفوا معايا القطعه الثانيه كنتنيوها بحال هكا، وكنخيطو كذلك غير من الكتف للعنق ديال الخلف،
ما كنخيطوش العنق ديال الامام بحال هكا صافي. من بعد غادي ناخذ الكول شوفوا معايا وكنوضعوه بهذا الشكل هذا، كنكملوه في العنق ديال الامام. كتبقى لينا داك 4 سنتيم ديال يعني الكروازمون. من بعد غادي نجيبوا السجف شوفوا معايا وكنوضعوه بهذا الشكل هذا. السجف كنبداوه من الكتف لان اصلا يعني الفصاله ديالو كناخذوها من الكتف صافي. كنخيطو على بعد سنتيم نفس الطريقه غادي نهبطو هنا كيف ما كتشوفوا السجف على الوجه ديال الطابليه. فاش كنوصلوا للاخير كنخليو 3 سنتيم ديال الكفه وكنخيطو على الوجه داك السجف. من بعد كنقلبوه للداخل شتو معايا، فاش كنقلبوه كيعطينا داك الثانيه ديال العطفه من الاسفل. وغادي نعاودوا الخياطه على هاد السنتيم اللي خيطنا في الداخل باش يجينا الشكل ديال الكول مع الطابليه هو هذا كلهم عاودنا عليهم الخياطه. نفس الطريقه غنديروا الجهه الثانيه شتو معايا، كنحصلوا على كول طيور بسهوله. من الاسفل غادي ندير العطفه، هنا درت الفتحه ديال الازرار ودرت داك الستيكر يعني لصقتها. شوفوا معايا الشكل ديال الكول كيفاش كيجي رائع، يعني بلا ما تحتاجوا لا الباترون لا حتى شي حاجه. اي مبتدئه ممكن انها ديرها، من الاحسن فقط انكم ديروا توب نوعيه جيده يعني البوبلين جيد اللي كيدير 30 درهم كتجي فيه الخدمه احسن. اذا كان هذا هو الشكل ديالها، وغادي نوريكم الشكل ديالها من الخلف كذلك كيفاش كتجي بداك الباندا. نفس الطريقه ممكن تطبقوها على الطابليات ديال الكبار، فقط الكروازمون غادي تخرجوا ب 6 سنتيم حتى 7 سنتيم، وفي الصغار خرجنا لهم ب 3 سنتيم فقط. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو فيديو جديد.